معي بيا الاستوديو للحديث عن دور البلديات في القضاء على هذا المشكل الذي اصبح صوره نمطيه في الشوارع الجزائريه، السيده سميره برهوم نائب رئيس بلديه حسين داي والمكلفه بالصحه والنظافه العموميه، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بك دانيس. طيب، في رايك ما هو الخلل في ربما تسيير مختلف ما يتعلق بالقضاء على هذا المشكل في شوارع الجزائر؟ تعلمين وكل الجزائريين يعلمون بأن القمامة يعني أصبحت جزء من المشهد اليومي اللي نشوفوه أو يشوفه أي جزائري يخرج من المنزل تاعه. يعني السلام عليكم. يعني ما نقدرش نقولوا باللي كاين خلل، يعني احنا كمواطنين، احنا المواطن نطلبوا منه حاجه واحده، يحترم وقت رمي القمامه تاعو. مؤسستنا تكون راهي تجوز، يعني عندها دوريتين في اليوم، عندها دوريه صباح ودوريه العشيه. استثناء احنا في بلديه حسين داي، يعني بعد ما هضرنا معاها وكاع يعني يعطيهم الصحه، زادوا لنا دوريه ثالثه، يعني 3 دوريات في اليوم باش نقدروا باش نلحقوا باش نرفدوا هذوك النفايات. ما نخلوش، ما نساوش انا في موسم الصيف، يعني الحراره، انتشار الامراض، الحشرات، ايتترا ايتو. دونك حنا تفاهمنا مع ناتكم باش تدوز. دونك المواطن كاين تنقص نوع من التوعيه تاع المواطن. حنا ماذا بينا هذا المواطن يعاوننا في حاجه واحده، ما يدير حتى حاجه، يحترم اوقات رمي القمامه. طيب، إذا فرضنا أنه بعض العائلات ما تلتزمش بالتوقيت الخاص برمي النفايات، هل يفسر هذا الأكوام التي نشاهدها في شوارعنا أو شوارع المدن الجزائرية؟ لأنه إذا فرضنا أنه ما يخرجوش يعني في نفس الوقت، فهذا الشيء إذا فرضنا أو أخذنا بعين الاعتبار مرور الشاحنات الخاصة بحمل النفايات مرتين، يا سيدي ما نقولوش 3 مرات، مرتين، هذا الشيء ما يخليش الأكوام ترتفع إلى هذه الدرجة. أنا نعطيك مثال فقط ولا بأس بذكر المكان، في تقصراين تحت كنا نهبطوا في هذا الحي القريب منا. نعم. على الرغم من أنه أنا لا أشك في جهود أي جهة، ولكن الأكوام دائما مرتفعة، حتى ويعدي هذاك تعدي هذيك الشاحنة يبقى هذاك المشهد هو هو. لماذا؟ ولا صراحة يعني أنا مواطنة كما كاع المواطنين، يعني أنا نشوف بلي المسؤول واحد هو المواطن. باسكو حنا نقولوا ترمي على 7 تاع الصباح وترمي مثال، حنا نقولوا 7 تاع الصباح، نقولوا مثال زعما 10 تاع الليل. الدوريه تاعنا تكون تبدا على 6:30 تاع الصباح، يعني دير في تجمع في النفايات تاعها. يعني محال كل الجزائريين يخرجوا في نفس الوقت. مستحيل. يعني دي فوا شغل لو توني تكون دارت لك جهه حي تكون رفدت 8 9 ترمي لك موراها، يتراكم حتى ل 12، يتراكم حتى لوحده. دي فواحد كيكون هنا في دوريتين يسيب. طيب، حتى العشيه. طيب اذا اخذنا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، اليس حريا برؤساء البلديات او الطاقم اللي يسهر على نظافه وكل ما يتعلق بالنظافه في الشوارع الجزائريه والمدن الجزائريه ايجاد مبادرات؟ وشفنا العديد من المبادرات لتقضي على الاقل على هذاك المشهد. احنا ما نقولوش نقضي على النفايات، لانه المشهد في النهايه لازم تكون نفايات، المشهد هذاك المشوه لصوره المدن. حتى لو رئيس البلديه يسهر على الإنارة العمومية أو على ديكور خاص في الشارع، هذا المشهد تاع القمامة يفزد كل الجهود. كل جهود. احنا على كل حال في بلدية حسين داي، نهضر خاصة بس كان في بلدية حسين داي، أنا نقوم بعملية تحسيس. يعني أنا نحسه في المواطنين، يعني شفت كاين تجاوب شوية، يعني ما نقولكش 100%، ما نقولكش 70%، مي كاين نوع من التجاوب. يعني نقدر نقولوا يعني كاين تجاوب على التحسيس هذا، نحسوهم نديروا نلصقوا لهم ملصقات، نديروا لهم ثاني. درنا بريد الكتروني ثاني للمشاهدين باش كيشوفوا دي زانومالي ولا يتصلوا بنا ونرجعوا لهم، يعني تمتنا اون ريبونس سور بلاس اي تو. انا نديروا في عمليه تحسيس، لحقنا وين صورنا، يعني عمالناتكم درت عمليه تحسيس، يعني باش نقول للمواطن يعني الجهود اللي يبذلوها هاد العمال هادي، يعني باش ندخلوا فيهم هذيك الروح تاع يعني هكذا، باش الغيره تاع فوالا. عندنا لما التحسيسات هذو. سيدتي، انا لا اريد التقليل من اي مجهود يقوم به اي طرف، لانه كلنا مسؤولون عن هذه الصوره التي او عن نظافه هذه المدينه اللي نعيش فيها. ما تشوفيش معايا بانه يعني كاين نقص في المبادره؟ احنا نشوف بعض المدن اللي سبقتنا في هذا المجال خارج الجزائر طبعا، استطاعوا انهم يعملوا
خنادق يعني ما يشبه الخنادق، هذه فكرة يعني بسيطة وبإمكانيات قد لا تصل إلى الإمكانيات التي تصرفها الدولة اليوم على تلك الحاويات التي لا تكفي أصلا، لا تكفي وتعطي مظهر مشوه، ويعني في النهاية يعدي واحد يحرقها يعني ما يعجبوش الحال يشعل فيها النار. هذا الشيء علاش ما نقدروش نقضيوا عليه؟ يصعب على رئيس بلدية مثلا إصدار تعليمة في هذا الإطار؟ احنا يعني من 57 بلدية حسين داي، احنا رانا داخلين في لو تري سيليكتيف، يعني عندنا هاد الحاويات المطمورة يعني لي باك اونتيغي فوالا، انا دايرين ماشي باش نقول لك ماشي في جامع حسين داي، في بعض الاحياء الاحياء الكبيرة تاع حسين داي فيها. هل هاد الحاويات مكلفة ام هاد يعني هاد هي حاولت تكون تحت الارض؟ هي ماشي هي ماشي مكلفه، التنظيف تاعها يصعب شويه علينا باسكو لازم المؤسسه اللي حطت هذه الحاويه هذه هي اللي تنظفها. اوكي هذا يعني ناتكم ما تقدرش تنظف ناتكم ترفد النفايات ما تنظفش. حنا دوك هذوك لي باك اللي رانا نستعملوهم حنا كبلديه، حنا العمال البلديه هما اللي نطفوهم، هنا نطفو فيهم يعني دوريا باش ما نخلوهمش يتعفنوا هكذا. هذا يعكس انه ما فيش يعني اراده حقيقيه يعني على المستوى الوطني، مش نحكي على حسين داي، لانه انا حبيت يعني شخص يكون من في المجال باش نتحدثوا على المستوى الوطني ليس على حسين داي، لانه هذا مشكل كل الجزائريين، واعتقد انه من المفروض تكون منظومه لمحاربه النفايات في الشوارع الجزائريه تكون موحده وتتماشى مع كل المعطيات او كل الحلقات لمشاركه في هذا، من بينهم ناتكوم او اي شركه اخرى يعني مختصه في هذا. انا اظن بلي 57 بلديه، نهضر على الجزائر على ولايه الجزائر طبعا، 57 بلديه جو بونس كو اغلب البلديات راهي في هذه الحوايات المطموعه في هذه لي باكونتيري فوالا. دونك جو بونس كو رانا نسيو انا اون اون تران ديسيي باش حنا قلت لك المشكل تاعنا لازم توعيه، نبدا بالمواطن كي توعى المواطن. انا كي دي فوا عندك راك عندك هنا داك الباكونتي غير يجي المواطن يحط لك كيس تاع البلاستيكي يحطه لك ما يحلش ويرمي لداخل، يحطه لك جوست. صحيح يعني بعض السلوكات حقيقه هذا الشيء نقوله بكل صراحه الجزائريين ما قدرناش يعني نربيو انفسنا على هذا الشيء، على بعض السلوكات اللي هي من المفروض تكون يعني في القاعده، تكون في البدايه. هذا الشيء ضيف ليه يعني نقص مسؤوليه بعض اللي قائمين على هذا المجال، ربما زاد فاقم الوضع وزاد من. طيب بالحديث عن عمليات تحسيسية، أعتقد أنا شخصيا وهذا رأيي الخاص أن الطرق التقليدية في التحسيس لمثلا عدم رمي القمامة في أماكن غير مخصصة احنا ما مشيناش في هذا المجال. وش رأيك سيدتي؟ صح احنا ماشي ما مشيناش، رانا نمشيوش على الملصقات، لأن الملصقات شيء تقليدي بحت. يعني احنا نقول لك والله غير يعني لحقنا دخلنا الأحياء وهدرنا معاهم الحق، انا ولحقت الحي كان عندي مشكل دغنيامون في واحد الحي هكذا تيك ان رون بوين هكذا جوست او فون دو رون بوين يرمو فيه تماتيك الحقت. وين رحت مع بيانسور مع المكتب تاعي تاع الوقايه وكاع تيك هضرنا مشينا نهضروا معاهم هكذا علاش ولازم ماشي هكذا والناموس عليكم والدبان عليكم وهكذا عليكم. لحقنا وين تكلمنا معاهم باللغه اللي يفهموها كيما انا نتكلم دوكا بالدرجه تاعهم، ما حرام وربي ما قالش هكذا وساس في با وهكذا لحقنا باش نهضروا هكذا. طيب شفنا كذلك في بعض المناطق يتم رمي حتى مخلفات البناء، شفنا يعني في الاماكن المخصصه لرمي النفايات يعني النفايات المنزليه نشوفوا انه واحد لما يعاود الكوزينه تاعو مثلا او يريب الصالون تاعو باش يعاودوا يهز هذوك المخلفات يحطهم في المكان. هل فيه ربما اجراءات تتخذوها في هذا الاطار؟ هل تقومون ربما بتبليغ مثلا ببعض الحوادث المشابهه؟ نقول لك يعني بالمناسبه نشكر ثاني عمال اسروت باسكو هذا اللي يرمي هذا اسروت اللي ترفد له ودي فوا عمال بلديه. انت في رايك اللي يرمي راح نشوفوه؟ ما راحش تشوفوه. لو كان نعرف باللي هنا ترمات الحاجه وشفته بعيني نديروا له بيان سون نديروا له مخالفه نديروا اعدام نديروا كذا. هذا يعكس كذلك غياب ثقافه التبليغ في هذا الاطار. ما كاش واللي شفت يقول لك انا ما نبيعش على جاينا ما نقدرش نبيع يا اخي هكذا احنا كاع عقليه تاعنا هذه هي. دونك يعني بهذه المناسبه ثاني نشكر عمال اسروت باسكو راهم معنا ثاني شغل يرفدوا هما يرموا عندها ميم با ثلاث ايام جايزه ندير في لا تورني خزانه
نص تاع الخزانه تاع خزانه تاع يعني ست مابل ايه نص تاع الخزانه ومطرح تاع مطرح مرميه هكذاك واقف هكذا تقدر شفتو شغل هما البلديه اللي رفدوه. هذه بعض السلوكات اللي ربما تدخل في ثقافة الجزائريين اليومية، يعني أصبحت يعني جزء من يومياتهم، ولا الأدهى والأمر أنه كل هذه التصرفات يحطوها في النسق العادي للحياة اليومية. حتى ممكن اليوم رانا نسمع جرائم على أتفه الأسباب، لو تتحدث في هذا الإطار قادر يقتلوك مثلا. شكرا لك. إذا ما عندكش إضافة سيدة؟ لا ما عنديش، أنا عندي برك يعني حاجة نقولها. نشكر على كل حال ليزيبيك اللي نخدموا معهم حنايا كبلدية، نشكر نتكم، نشكر أسخوت إغما ليديفال، يعني الحق ما مي شغل، رانا شغل عائلة وحدة. نتمنى إن شاء الله الجهود اللي تمشي في 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 إطار القضاء على القمامات تمشي في نسق واحد، يعني حتى يكون ما نلقاوش يعني حاول